السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة تحويل أي أسطوانة ويندوز إلى ملف بوتابل أيزو نقدر نستخدمها بعد كده في حرقها على فلاشة باستخدام أشهر برامج حرق الويندوز على الفلاشة، سواء برنامج الروفوس أو برنامج الباور أيزو. بعد كده نبدأ بقى إيه نسطبها على أو نثبتها على الجهاز. ممكن يكون الجهاز طبعا فيه مشكلة في السي دي، فطبعا بتنفع معانا طريقة ان احنا نثبت الويندوز عن طريق الفلاشة. هنعرف مع بعض ازاي نعمل تحويل للنسخة اللي عندنا، الاسطوانة اللي موجودة عندنا عن طريق السي دروم او الدي في دي لملف بوتابول ايزو. اول حاجة هنثبت البرنامج اللي هنستخدمه، هو برنامج الالترا ايزو زي ما احنا شايفين كده. هنكتب في محرك البحث الترا ايزو، هندخل على الرابط الرسمي للبرنامج، هندخل على الرابط الرسمي للبرنامج. بعد كده هنثبت الايه، هنختار اي تثبيت اللي هو النسخة المجانية فري تريل زي ما احنا شايفين كده. بعد ما بنزل النسخة وبسطبها بتفتح معانا واجهة البرنامج بالشكل ده كده، هنختار كونتينو تو تري. بعد كده يفتح معانا واجهة البرنامج زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ بعد كده نعمل ايه بقى، نعمل نسخة الايه، نعمل التحويل. اول حاجة طبعا بنركب اللي بنحط الاسطوانة الدي في دي في الدي في دي زي ما احنا شايفين كده، بتظهر معنا بالشكل ده. بعد كده بضغط على كليك يمين وباستخدام البرنامج بدوس على كريت سي دي ايمج، سي دي او دي في دي ايمج، تمام. بعد كده بختار المكان اللي هحفظ فيه الفلاشة، وليكن مثلا هنا نحطها على اللي هو الملف الايزو. نختار مثلا الديسك توب زي ما احنا شايفين كده، ونكتب ويندوز مثلا 7، نحددها دي اسطوانة ويندوز 7 مثلا، ويندوز 7 اصدار اكس 32. بعد كده ندوس على سيف، هيبدأ ايه يعمل معايا نسخ لي او عملية تحويل لي او يضغط الاسطوانة لملف بوتابول ايزو. نقدر بعد كده نستخدمها في حرقها على الفلاشة. انتظر لما يخلص وارجع لكم تاني. وبكده خلص معايا تحويل الاسطوانة اللي احنا ركبناها في الدي في دي لملف بوتابول ايزو زي ما احنا شايفين كده. كليك يمين بروبرتس بمساحة 2 جيجا و300، وادي اللي هو الامتداد بتاع الملف ايزو زي ما احنا شايفين كده. طيب ادي مثلا اجي افتحها عن طريق برنامج الباور ايزو زي ما احنا شايفين، هيكتب لي هنا ايه بوتابل ايمج، يعني نسخة بوتابل جاهزة للاقلاع. ممكن احرقها على الفلاشة عن طريق استخدام برنامج الايه، برنامج الروفوس. هندوس على برنامج الروفوس زي ما احنا شايفين كده، هيظهر معايا النسخة اللي احنا لسه ناسخينها دلوقتي. اقدر ان انا ايه احرقها على فلاشة من غير اي مشكلة. طيب في مشكلة طبعا، ممكن واحد يقول لي طب انا كنت بستخدم مثلا طريقة تانية اللي هي برنامج النيرو، كنت مسطب برنامج النيرو وكنت بقوم جاي عامل نسخ لي الاسطوانة على وحولها لملف مثلا اي ملف بوتابل، بس مش بامتداد ايزو، بامتداد ان ار جي زي الامتداد اللي معانا دلوقتي في النسخه ديت. هنا معانا ملف مثلا ايه ايزو زي مش ايزو، بامتداد ان ار جي. ده طبعا ناتج عن استخدام برنامج النيرو. طيب انا دلوقتي لما باجي استخدم برنامج الروفوس، لما باجي احرق عليه الفلاش هندخل عليه كده، مش جايب لي ايه، مش جايب لي اللي هو الملف اللي هو النسخه اللي هي زي مكتوب قدام اللي هي الاكس بي، مش موجوده قدامي هنا بامتداد انرجي، لان البرنامج ما بيقراش الا امتداد الايزو. طيب اعمل ايه؟ ممكن باستخدام برنامج الالتر ايزو اعمل عمليه تحويل للايمج اللي قدامنا ديت من امتداد الان ار جي لامتداد الايزو. ازاي؟ هيفتح البرنامج زي ما احنا شايفين كده بعد ما سطبناه، هندوس على كونتينو تو تري. بعد كده هنختار من تولز كونفرت، هنبدأ نختار ملف الايزو اللي احنا عايزين نعمل له عملية تحويل اللي هو موجود في سطح المكتب زي ما احنا شايفين كده بامتداد ان ار جي. كليك يمين ان ار جي زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ بعد كده ندوس على اوبن كده، ايه اخترنا الملف اللي هنعمله عملية تحويل. طيب هنختار الامتداد طبعا، اننا مختار هنا ومتبرمج ان هو ايزو. بعد كده هنختار الحفظ، الملف هنحفظه مثلا في وليكن مثلا خليه في الديسك توب برضه
تمام، وندوس على اوكي، وبعد كده ندوس على كونفيرت، هيبدأ يحول الملف زي ما احنا شايفين كده، هيظهر هنا ملف جديد دلوقتي بامتداد ايزو زي ما احنا شايفين، بس ما يخلص دلوقتي اهو كده خلص. تمام اوكي، بعد كده كلوز كلوز، هلاقي الملف الايزو اللي انا حولته زي ما احنا شايفين، كليك يمين بروبرتس انرجي، ده الملف القديم، ادي الملف الجديد فوق اهو بنفس الاسم دوت ايه اي زو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده ندخل على برنامج الرفس وندخل على الديسكتوب، هنلاقي الملف اللي احنا قلنا عليه في الاول ظهر قدامنا اهو بعد ما عملنا عملية تحويل لامتداد الايزو. ده بالنسبة لحل مشكلة الناس بتواجه، مثلا ان هم كانوا مش مستخدمين برنامج النيرو وكانوا بينسخوا الاسطوانات ببرنامج النيرو بياخدوا منها صورة او نسخة على الجهاز، فممكن ان انا احولها من امتداد الانرجي اللي هو الخاص ببرنامج النيرو لامتداد الايزو، واقدر بعد كده احرقها على برنامج الرفس بطريقة سهلة ومفيش فيها اي مشكلة. كده يعتبر خلصنا الدرس النهاردة في نهاية الفيديو، اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك والاشتراك في القناة، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.